والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين، الإزار والرداء الأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، رواه الإمام الترمذي. والسنة أن يتطيب في بدنه، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، يتطيب في بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.